هذا الشيء غيدوز ونطلبوا الله غادي يكون الناس كيجيو يزوروا من الرباط من الدار البيضاء من مراكش دابا كيجيو علاش كيجيو غير على المتاحف. لقيت واحد الدراري صغار واحد الخطره هنايا جاوا سيدي غير على هاد المتاحف جاوا غير باش يشوفوا اشنو كاين كيدار هنايا. وهذه هي المهمه ملي كتشوف الشباب المغاربه كياخذوا البراق ويجيو حتى لهنا راه ما كاينش بحالها هي احسن جائزه للمؤسسه كتاخذ. كنتوجدوا في واحد الملعب معلمه تاريخيه اللي عندها واحد التاريخ مرتبط بالمدينه العتيقه وبطنجه داخل الاسوار. هذه المعلمه شهدت هذا الانقاذ تنقدت في الحقيقه لان حنا كجمعيات واحد المجموعه ديال الجمعيات من بيناتهم جمعيه البوغاز اللي انا الرئيس المنتدب ديالها كانت حاولت ما امكن باش تنقذ هذه المعلمه لواحد الدرجه اللي كانت غادي تفوت في الثمانينات باش يكون متحف ابن بطوطه. وهذا المشروع موراه كنا عملنا واحد الندوه خاصه بهذه المعلمه التاريخيه للانقاذ ديالها وتكون فعلا معلمه اللي فيها شي نشاط ثقافي. والحمد لله الان حنا كنتواجدوا في هذا الجناح اللي هو في الايام اللي كان سجن مدني كان مخصص للرجال والطرف الاخر في الدخول على اليسار كان مخصص للنساء. واللي كان مهم في التنظيم ملي كان هذه المعلمه اثناء التعامل ديالها مع السجناء كانوا السجناء كيدوزوا واحد الفتره ويخرجوا لان ما كانوا كيعملوا شي مصيبه كبيره بزاف لان كانت عندها علاقه مع المواصفات والعقليه ديال السكان طنجه. والسكان طنجه معروف عليهم اذا خطا كيعمل شي خطا صغير ماشي كبير. والان كنشوفوا هذه الجماليه اللي هي وصلت لها وربما غادي تزيد تعطي اكثر جمال هاد اللوحات التشكيليه اللي هما د واحد المجموعه ديال الفنانين التشكيليين اللي هما من مدينه طنجه ومن المدن الاخرى اعطوها واحد الرونق ممتاز. وحتى الجهات المسؤوله تبارك الله عليهم قاموا بواحد الواجب كما ينبغي. كنتمنوا الطنجاويين والزوار المدينه طنجه يزوروا هذه المعلمة التاريخية لأن واحد الجانب الآخر هو من الخارج إذا كنا داخلين من هذه المعلمة غادي نلقاو بأن واحد مجموعة النوافذ الحديدية لأن في الوقت اللي تعدلوا هذه النوافذ الحديدية ما كانوش اللي كنسميوهم التلحيم لا صودور كان الحديد كيسخنوه وكيحاولوا باش يشبكوه مع بعضه. هو المعلمة بحال المهندسه اللي كانت مكلفه بهذا الشيء تكلمنا معها حاولت هي تحتفظ بهم من الضياع لان هذا الحديد اللي موجود هنايا عاوتاني داخل النوافذ الخارجيه هو عنده قيمه مضافه. اذا كنبقاو في واحد الجانب اللي استطعوا المسؤولين باش يعملوا المحافظه على التراث من الداخل ومن الخارج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.